أهلا بكم مع أخبار الرياضة. اقتسح المتسابقون القطريون المراكز الأربعة الأولى عند ختام منافسات رالي الأردن الدولية الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات. تفاصيل أوفى عن أيام الرالي الثلاثة في التقرير التالي. بعد ثلاثة أيام من المنافسة والإثارة والتشويق، أسدل الستار يوم أمس في منطقة البحر الميت على رالي الأردن الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات باكتساح قطري للمراكز الأربعة الأولى، بعد أن ظفر كما كان متوقعا ناصر العضية بالمركز الأول إثر تصدره لجولات السباق التسعة عشر، محققا لقبه العاشر في تاريخه والخامس على التوالي، فيما جاء مواطنه عبد العزيز الكواري ثانيا وعبد الله الكواري ثالثا. طبعا الحمد لله، يعني نبارك لرالي الأردن. طبعا أنا جدا مبسوط بهذا النجاح، والحمد لله يعني سعينا للفوز وهدفنا كان هو الفوز بالرالي. طبعا عززنا صدرتنا لبطولة شرق الأوسط، ونتمنى إن شاء الله التوفيق في المراحل الجاية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. المركز الثاني ممتاز قياسا على الانسحاب أمس وتأخير 14 دقيقة. الحمد لله عوضنا كثير وكان عندنا هدف اليوم، وصلنا اليوم المركز الثاني. طبعا رالي الأردن من أصعب الراليات في الشرق الأوسط. احنا أخذنا استراتيجية، حققنا اليوم الأول كنا ترتيبنا الثالث. طبعا في سواقين الأردنيين لأن بلدهم معروفة فكانوا قدامنا، لكن اليوم الثاني صار في ضغط شوي في المراحل والرالي كله، لكن الحمد لله حققنا المركز الأول، تصدرنا بطولة الشرق الأوسط مجموعة. سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات تابع كل صغيرة وكبيرة في أيام السباق من خلال اطمئنانه على المراحل والسائقين، حرصا منه على إنجاح هذا السباق. يا سيدي الحمد لله، كانت من ناحية التنظيم والتجهيزات كانت شيء ممتاز، وكل الناس كانوا مبسوطين منها، وشفت يعني الحمد لله من ناحية التنظيم تقدم، وهذا السنة كان معظم السواقين سواقين جداد، والحمد لله ما شاء الله يعني بدعوا. للأسف زي ما بصير بأي رياضة، يعني مش بعني إنه كل واحد راح يفوز كل الوقت، بس يعني أنا يعني متفائل بالمستقبل، راح نشوف نتائج ممتازة من السابقين ومن هذا الجيل الجديد إن شاء الله. الأيام الثلاثة للرالي التي بدأت بالجولة الاستعراضية في منطقة العبدلي ومن ثم في البحر الميت يومي الجمعة والسبت، شهدت العديد من الحوادث خصوصا في منطقة البانوراما حين انقلبت سيارة اللبناني رودلف أسمر، لكنه تابع السباق، وكذلك الأمر بالنسبة للقطري راشد النعيمي. المتسابق الأردني خالد جمعة قدم مستوى مميزا في اليوم الأول، واستطاع أن يزاحم أبطال هذه اللعبة وحل ثانيا، لكن العطل الذي حدث معه في جولة المغطس يوم السبت بخر أحلامه بالحصول على أحد المراكز الأولى ليكتفي بالمركز الخامس. تغلب شباب الأردن على الأرثوذكسي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ملعب الهاشمي ضمن الدوري النسوي لكرة القدم، وبهذا الفوز رفع شباب الأردن الرصيد إلى 13 نقطة وبقي رصيد الأرثوذكسي 60 نقاط، وكان عمان قد تغلب على الاستقلال ب 11 هدفا دون رد. هذا ويتنافس خمسة فرق بنظام الدوري من مرحلتين ذهابا وإيابا، بحيث يتوج باللقب الفريق الذي يجمع أكبر قدر من النقاط، وسيصبح يهبط صاحب المركز الأخير إلى دوري المستوى الثاني. واصل فريق مجموعة الصايغ تألقه في بطولة هدف من أجل الحياة والتي تقام لدعم مركز الحسين لعلاج السرطان، وحقق الصايغ الفوز على الراجح بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب النادي الأرثوذكسي، وبهذا الفوز تصدر فريق الصايغ ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين. تعالوا وراي قبل هذا. أوروبيا سحق فريق سبورتينغ لشبونة ضيفه فيتوريا بخماسية نظيفة مساء أمس ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري البرتغالي لكرة القدم. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
صعد سبورتينغ لشبونة لصدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم مؤقتا بعدما سحق ضيفه فيتوريا بخماسية نظيفة في إطار الجولة 33 من البطولة، وحسم أسود لشبونة الشوط الأول من المباراة متقدمين في النتيجة بهدفين. حمل توقيع جيلسون وتيوفيلو في الدقيقتين 25 و37 على الترتيب. وفي الشوط الثاني أحرز غوتاريز الهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 55 قبل أن يحرز برايان رويز هدفين في الدقيقتين 71 و90. وبهذه النتيجة يقتنص سبورتينغ الصدارة مؤقتا بعدما رفع رصيده للنقطة 83 ويبتعد بفارق نقطة عن المتصدر. أحرز داميان ليلاردا 40 نقطة ليقود فريق بورتلاند لتخطي جولدن ستيت ب 120 نقطة مقابل 108 نقاط في المباراة الثالثة من مواجهتهما في نصف نهائي الأدوار الإقصائية للقسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وسجل أمينو 23 نقطة لصالح الضيوف الذي قلصوا الفارق مع الجولدن حامل اللقب إلى فوزين مقابل واحد. وستقام المباراة الرابعة في بورتلاند يوم الاثنين المقبل. صعد سيرب نوفاك جوكوفيتش للمرة الثانية في مسيرته لنهائي بطولة مدريد للأساتذة لملقات البريطاني أندي موري بعد فوزه على الياباني نيشيكوري في نصف نهائي البطولة. واحتاج جوكوفيتش المصنف الأول عالميا لساعة و58 دقيقة للفوز على نيشيكوري بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-3 ليتأهل لنهائي البطولة المقامة حاليا بينه وبين البريطاني أندي موراي بحثا عن التتويج بلقبها.